رضا البحراوي الغلابة اللي قالب السوشيال ميديا. اللي موقفش مع البحراوي في الطوب والخرسانة مش هيخش الفيلا وهي خلصانة. سمعت آخر شعر لرضا البحراوي بيقول ايه؟ اللي هيخيب البحراوي هيعامله غريب، ابعتها له، وجيت او ما جيتش رضا البحراوي ما بيعتمدش. يلا بينا نعرف قصة بحراوي الغلابة. اخبارك ايه؟ منورنا في موقع صدى البلد. شرف ليا صدقيني. طيب في البداية قبل ما نروح لقصة رضا البحراوي الغلابة، عايزين نعرف هو مين في الحقيقة. هو أنا ريمون، 23 سنة، من شبرا، في سنة رابعة جامعة، بدرس كمبيوتر ساينس بس. طيب بما انك طالع ترند وفيديوهاتك قلب السوشيال ميديا كلها والناس عمالة تقول ان انت بتتقمص وبتقلد شخصية رضا البحراوي في كل حاجة بقى، سواء قصة الشعر، ستايل اللبس، الحركات، كله، انت شايف فعلا ان انت بتقلده؟ اكيد طبعا، يعني من كتر ما انا اتفرجت على الفيديوهات بتاعته ومن كتر ما انا الناس شبهتني بيه والناس قالت لي انت شبه رضا البحراوي شبه، فانا من كتر ما بتفرج فاللبس بقى شبيه اللبس بتاعه شوية، قصة شعري بقت شبيهة لي شوية كده. يعني انت متعمد ان انت تعمل كده؟ طبعا عادي يعني، بس يعني في اوقات معينه طبعا ببقى بتقمص الشخصيه دي، انما في الحياه الطبيعيه انا عادي، انا رمون، فاهم؟ بس يعني شايف النجاح ان انت تقلد رضا البحراوي هو ده اللي شهرك؟ هو اللي شهرني ان انا شبه رضا البحراوي، مش انا بقلده في حاجه. يعني انا لوحدي الفيديوهات جابت فيو عالي، الناس في الشارع، الناس في اي حته تصور معايا شبه رضا البحراوي، فهو ده اللي شهرني، فاهم؟ بس طيب عايزين نعرف رد فعل اسرتك واصحابك واهلك كلهم لما لقوك ان انت بدات تدخل في السوشيال ميديا وتقلد رضا البحراوي، كان ايه ردهم؟ طبعا كانت حاجه كوميديه جدا بالنسبه لهم، يعني ان يبقى في حد شبه حد بالظبط كده. طيب عايزين نعرف لما بتنزل الشارع والناس بتشوفك، هل الناس بتيجي بقى تقول ايه ده، الحقه ده شبه رضا البحراوي، ولا محدش بياخد باله اصلا؟ لا، هو انا يعني اكن مكتوب على وشي نكته. شفت فيديوهات كتير ليك وانت في افراح، يعني هل الناس بتكلمك ان انت تروح تحضر الافراح مكان رضا البحراوي كاوردر، ولا بيعزموك عادي؟ لا، هو طبعا يعني ناس كتير كلمتني على اعياد ميلاد وعلى افراح، وان انا بروح يعني هما بيبقوا مبسوطين بالجو وكده، طبعا ما بيقدرش يجيب رضا البحراوي فبيكلموني، فالموضوع بيبقى لذيذ. يعني ممكن اكون مش بغني بس بالنهايس الفرح والموضوع حلو يعني. بس طيب تحب توجه ايه بقى لرضا البحراوي؟ والله انا يعني اقول له كمل، يعني انت ناجح والناس كلها بتحبك، بس ابعتها له بقى.